at a point where I don't even care anymore because I know I'm. نادين الراسي تستذكر جورج الراسي ليلة رأس السنة. الكيسمور ظهرت برفقة طليقها وابنها ووجهت رسالة مؤثرة. نادين الراسي تتحدى العام الجديد، وجهت رسالة مؤثرة لروح شقيقها الراحل جورج الراسي. بعد أن خطفت سنة 2022 الفنان اللبناني جورج الراسي شقيق الممثلة اللبنانية نادين الراسي، ودعت الأخيرة العام متمنية أن يأخذ كل الأمور السيئة معه، وأن تكون سنة 2023 مليئة بالفرح والنجاحات والصحة. رغم الحسرة الدائمة التي ستتركها سنة 2022 بقلبها، خصوصاً أن ذكرى جورج الراسي لا تفارق نادين، وهو يرافقها دائماً في كل يومياتها بحسب ما تشير دائماً. وقد احتفلت نادين أمس بوداع عام واستقبال عام جديد برفقة الأهل والأصدقاء، أبرزهم طليقها ووالد ابنها حاتم حتشيتي، ووجود ابنها مارك الذي يحرص دائماً على أن يكون سندها في كل الأوقات، حيث شاركت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر أجواء الحفل أمس، لافتة إلى سعادتها العارمة بوجود من تحب إلى جانبها، كما وجهت رسالة إلى روح شقيقها الراحل جورج الراسي. خي حبيبي، بلحظة وقف الكل، فتحت كتابي لقيت حالي صرت بنص. وفي التفاصيل، وعدت نادين شقيقها جورج الراسي بأن تكون قوية في العام الجديد، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية للفنان اللبناني وائل كفوري، أرفقتها بتعليق قالت فيه لعيونك حبيبي، وهو عنوان إحدى أغنيات الفنان الراحل جورج الراسي، كما تابعت 2023 انتظريني. من جهة أخرى، نشرت نادين الراسي صورة ظهرت فيها برفقة ابنها مارك، وأرفقتها بالتعليق التالي: قد ما يكون الكيس مر، وجودك حليلي حياتي وحليلي المر يا روح الماما. كما نشرت صورة أخرى ظهرت فيها برفقة مارك ووالده طليقها حاتم حتشيتي، علقت عليها بالقول: الغوالي، عندما تصبح قصة الحب قصة حياة. ومع بداية اليوم الأول من العام الجديد، شاركت نادين مع متابعيها عبر إنستغرام أمنياتها، إذ قالت عبر خاصية القصص القصيرة: صباح الخير ومبروك لكل الواصلين على 2023، هلأ فرحنا وهيصنا وعبرنا عن حبنا لبعض وهدينا بعض وطرنا من الفرح وكله حب كله، فيا أحبائي ركزوا معي شوي ونفس عميق وخبرية عندها الصبحية. الحلق اللي عامل قلق أعذر قلبي لو اتسرق، بحلف وبقول عالملا. وتابعت: بس يكون الماراثون صعب، بيكون الإحساس بالوصول للنهاية فرح عظيم، خلينا نواجه التحدي بإيمان وبالتوفيق للجميع.